السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. توجه عبد الوافي الفتيتي وزير الداخلية بخطاب التقشف وتزيير الصمت إلى الولاة والعمال ورؤساء الجهات وعمداء المدن خلال وضعهم ميزانية السنة المقبلة. وكشف الدورية وقعها الفتيتي عن حجم التداعيات المالية لجائحة كورونا داعية لولاة المنتخبين إلى صرف المال العام على الأولويات الضرورية والمشاريع المستعجلة. وبحسب الدورية التي تم الإعلان عنها أول أمس، فإن تأمين أجور موظفي الجماعات الترابية والأعوان يبقى على رأس الأولويات التي وضعتها أم الوزارات خلال السنة المقبلة. ذات الدورية نبهت رؤساء الجماعات إلى ضرورة صرف المال العام على المشاريع التي اكتملت شروطها والتي تتوفر بشكل قانوني على الوعاء العقارية، بالإضافة إلى المشاريع الملكية التي دشنها الملك محمد السادس خوفا من أي زلزال ملكية. نشكركم على حسن المتابعة.